وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم طائرة قطرية تحمل كميات من مواد الإغاثة للمنكوبين جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق عديدة في البلاد. وقال نائب المفوض العام للعون الإنساني محمد فضل الله أن القافلة احتوت على 65 طنا من مواد الإيواء ومواد غذائية ومعدات رش، معبرا عن تقدير السودان لدولة قطر وتقديمها لهذه المساعدات، مؤكدا أزلية العلاقات بين البلدين على الصعد كافة. من جهته عد سفير دولة قطر لدى السودان السفير عبد الرحمن بن علي الكبيسي هذه المساعدات تعبيرا صادقا عن تفاعل دولة قطر حكومة وشعبا مع ما تعرض له الشعب السوداني جراء السيول والأمطار. استقبال الطائرة القطرية التي تحمل مساعدات إنسانية تقدر ب 65 طن عبارة عن مواد إيواء ومواد غذائية ومواد صحية ومعدات رش وطلبات رش بالإضافة لمولدات. نحن نثمن ونقدر هذا الدعم المقدم من دولة قطر، والتي عودنا دائما أنها تكون صباغة للخير وتقف مع الشعب السوداني في كل الأزمات والملمات التي مرت به.